شرعت جهات نافذة لم تعرف هويتها بشكل دقيق حتى اللحظة بتقسيم وتوزيع مساحات شاسعة تقع وسط حرم مصنع الغز والنسيج في عدن في ظل صمت من قبل السلطة المحلية وأفادت مصادر محلية أن شخصيات في السلطة المحلية وقيادات عسكرية أخرى أمنية وأخرى أمنية بدأت بتقسيم أراضي المصنع والشروع في استحداث مبان عليها في مخالفة لتوجيهات رئاسية سابقة بوقف توزيع الأراضي في الجنوب ويعد مصنع الغزل والنسيج احد اكبر واضخم المصانع العماليه في محافظه عدن وتوقف خلال السنوات الاخيره وتعطلت عدد من المشاريع والخطط الحكوميه الهادفه لاعاده نشاطه